كنا بنتكلم على مبادرة 3% و8% دلوقتي الفايدة قد ايه؟ احنا الاعلان التكميلي اللي احنا نازلين بيه اللي الناس هتبدا تقدم عليه من اعتبارا من الاسبوع القادم، نازلين بفايده 7.5% برضو بتحتسب على اساس متناقص ومده حدها متناقص الاقصى. ولا ثابتة؟ لا متناقص، ثابته تبقى غالي على 20 سنه. فطبعا يعني حجم الدعم اللي الدوله بتدفعه كدعم في ضوء اسعار الفايده الحاليه طبعا. كبير جدا. لكن يعني احنا بنوقع بروتوكولات مع وزاره الماليه مع كل اعلان عشان وزارة المالية دكتور معيط وافق لك على 7.5% دي؟ اكيد اكيد، لانه طبعا ده برنامج من البرامج الاجتماعيه المهمه جدا. هو صحيح تكلفه الفايده فيه كبيره، ولكن والدولة لا، مين اللي بيدفع الفرق؟ وزارة المالية ولا وزاره مين؟ الماليه هي اللي بتدفع، بتدرج هذا البند عندنا في اعتمادات الصندوق كدعم فايده. يعني التكلفه التقديريه ممكن تتجاوز 150 مليار جنيه على مدار ال 20 سنه لبعض البروتوكولات اللي احنا مضيناها دي مع وزاره الماليه. نامل ان الفوائد تنخفض فالاعباء تقل لسه شويه. شوية. ال 3% الفايدة 3% دي اختفت خلاص؟ يعني في اعلان احنا كنا عاملينه ب 3%، اللي نزل اعلانات ب 3% هنبقى ملتزمين بيها، لكن القادم ب 7.5 8، واعتقد ده برضو كويس. حضرتك التمويل العقاري العادي في البنك النهارده ب 24%. ليه تراجع الإعلانات كانت قريبة جدا من بعض في فترات، فجأة ابتدى يبقى الفجوة بين كل إعلان والتاني مدة أطول؟ لا هو احنا اخر اعلان احنا عاده كم بنعمل، إعلان احنا عملنا إيه؟ عاملين 16 17 اعلان، فيعني في العشر في سنين 10 سنين يعني على الاقل بنعمل اعلان كل سنه، ما كانش اعلانين يعني. فاعتقد انها يعني مده زمنيه قريبه، وبرضه احنا ما بنحبش يتراكم عندنا ناس كتير تبقى حاسه انها في طابور انتظار، فما بنجيش باعلان جديد الا لما نكون هنقرب نسلم اللي قبله.